حرام الابداعي ولم يوفد قدر باسم الكفو مكيلة بين صف واحد كل صف تعال هنا الميداني والدنيا ترى على صف مثل ما صف المعشرة الميداني والدنيا ترى عدي حرام الابداعي ولم يوفد قدر باسم الكفو مكيلة بين صف صف مثل ما صف المعشرة يضرب لها الميدان والدنيا ترى عدي سلام للدعي ولو يغفت قدر باسم الكفو مكيلة بين صف واحد هنا بصف مثل ما صف المعشرة يضرب لها الميدان والدنيا ترى عدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الخير للجميع الحمد لله القائل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة والصلاة والسلام على القائل يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج وبعد الأخ العزيز علي طامي فارسي وإخوانه الحضور الكرام أحييكم بتحية الإسلام الخالدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بلغتنا دعوة زواج الابن الأخ عبد الرحمن علي طامي فارسي وحضرنا باسم خالي العزيز حسين علي فصال فارسي أبو سند مباركين ومشاركين العريسين ونقول لهم بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير والثانية للخال وقفة ثابتة مثل الجبال الشاهقة يتقدم جمع الصفوف معه هدية للعريس وهدية لوالد العريس بمناسبة تقاعده ومبلغ أيضا وقدره 4000 إن كان العطاء وافي فأنتم تستاهلون الوفاء وإن كان قليل فتكمله الأخوة والصداقة والمحبة وفي الختام نسأل الله أن يديم الأفراح والسرور هذا داعي علم وصولنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا خالي ومن معه يا مرحبا حياكم الله والله عطاء وافي وهو وافي إن شاء الله تفضلوا حياكم الله تقدموا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نيابة عن والدي علي طامي وأعمامي وأخوالي الكرام نرحب بكل من حضر ولبى دعوتنا ومن انتظر فمرحبا مليون بضيوفنا الكرام من كل دار يا مرحبا بكم ثم نرحب بشاعرنا عمر متعب المحراقي اللي شرفنا بحضوره وحيا هذه الليلة فليتفضل مشكورا بإلقاء هذه الشيلة في عريسنا عبد الرحمن علي طامي فارسي مهدى من والده الشيخ علي طامي فارسي من كلمات ودى الأستاذ عمر متعب المحراقي سلام تسليمة وفاة القاوة الكرة سلام تسليمة وفاة القاوة الكرة للي حضر في الحفل والشيخ المقدرة شيخ الفوارسة وإن شاء الله إنا ننضم القاف المهوي ونطرب الصفين واللي به يدولي ونطرب الحبوب يا أبو علي مبروك ونثني ونعم علي طامي دفا جنبك وساعدك في كل نايبة اللي سعى للعلم في مدات ماضية وخلف رجال لهم وقفات سامية يشهد بها الجميع عريسنا ذا الليلة جندي من جنودنا يا كم واقف سطروها في
حدودنا وارهب العدا واخوانا اللي في صروح العلم واضبوا وربوا الاجيال في التعليم واصلوا يحيى مع حسين عبد العزيز بهمته اثبت جدارته للعلا يكمل دراسته كم يبذل الجهود عمك أبو ماجد مع الخير سيرته كاسب قلوب الناس من صدقه وطيبته الله يحفظه وانعم بأبو ياسر وأبو عاد لهم عظيم حسن طامي لهم في الموقف الشديد وانعم بهم جميع خالك حمد شيخ ورمز للتواضع وخالك محمد صليب الراس الشاجعي وخالكم علي ولا تناسى عن سندكم في المحافل أبو سند معروف ما بين القبائل بالجود والكرم ولا نسينا من بحفلك قد تعاونوا ونسقوا تنسيق يسعدنا ونظموا كل المناسبة هذا أبو بسام درع في المواقف أنا أشهد أنه على الوفاء له دور ما خفي ويقدم الجميل وانعم يا أبو سالم علومك تسعد القلوب وأبو طلال اللي معك دايم على الدروب وانعم حمد علي يا أبو علي ناسبته للصف الأولي عمك حسن ونعم ولا علم مجملي واحمد لكم نسيب يا الفارسي وعسى الافراح دائمه والله يحفظ دولة مع الدين قائمه واحفظ ابو فهد واحفظ ولي العهد وانصر جيشنا الوفي موقفكم مشرفي يا رجال وافية واختامها يا رب ما خاب الذي دعا واختامها يا رب ما خاب الذي دعا ترفع عن الأمة وتشفي كل موجعة يا الله يا رحيم العافية بيدك ولا غيرك العافية بيدك ولا غيرك يجيبها الأمة تسلمت وفات بقهوة الكرال اللي حضر للحملة والشيخ المقدرة شيخ الفوارس وإن شاء الله الموقف الشديد ونعمهم جميع ولا نسينا عن سنة
بالجود والكرم خالق حمد شيخنا ورمز للتواضع وخالق محمد صليح بالراس شافعي وخالق معلي والهم سيناهم بالحبل بدعونا ومسكوا نفسك يا سعيد ونظموا كل المناسبة هذا أبو مسامة نعم في المواقف يا مشهد حلوة فلا نور مع خفي نقدم الجميع الوكيل يا حمار الدين موقفكم مش المبيه جامعة